أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن عودة الحكومة والأولويات المطلوب من الحكومة القيام بها في ظل تعقيدات المشهد جنوب البلاد. قال رئيس الوزراء معين عبد الملك إن عودة الحكومة قد تكون الخطوة الأولى في اتفاق الرياض، لكن المرحلة تتطلب خطوات جدية وحقيقية من كل الأطراف. وشدد معين عبد الملك على ضرورة الفصل بين مساحة التنافس السياسي ومؤسسات الدولة والمصالح العامة، داعيا الجميع إلى العمل بجدية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وأعلاء المصلحة العامة فوق كل شيء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل يبدو حضور الحكومة حقيقيا ومن شأنه تسوية الوضع في الجنوب؟ وهل تتغير طريقة تعاطي السعودية مع المشهد في الجنوب بما يضمن عدم تدوير الأزمة؟ نتابع التقرير الذي عده الزميل محمد عبد المغني، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. بعد غياب لأشهر عادت الحكومة إلى عدن، عودة يلفها الكثير من الغموض والأسئلة عن مستقبل الوضع السياسي والعسكري في الجنوب، خاصة بعد تغير المشهد وحضور السعودية كفاعل رئيسي في المعادلة جنوبا. رئيس الوزراء معين عبد الملك قال إن عودة الحكومة قد تكون الخطوة الأولى في اتفاق الرياض، لكن المرحلة تحتاج خطوات جدية وحقيقية من كل الأطراف. معين عبد الملك شدد على ضرورة الفصل بين مساحة التنفس السياسي ومؤسسات الدولة والمصالحة العامة، داعيا الجميع إلى العمل بجدية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإعلاء المصلحة العامة. لكن مراقبين وجدوا أن على الحكومة أولاً الوقوف أمام الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات العسكرية التي تعتبر من أكثر ملفات الجنوب تعقيداً منذ التمرد على الحكومة وخروجها إلى الرياض. اتفاق الرياض وفي أهم نقاطه نص على عودة جميع القوات إلى مواقعها، وأن تحل محلها قوات الأمن المحلية وتسلم الأسلحة من جميع المعسكرات إلى معسكرات تابعة للتحالف خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع، انتهت في 20 من الشهر الجاري. بيد أن الوضع في عدن لم يتغير إلى حد كبير، حيث لا تزال المناوشات والإشكالات الأمنية قائمة، وهو ما استدعى تأخر عودة الحكومة لأزيد من أسبوع منذ التوقيع على الاتفاق. تساؤلات عديدة إذن تلف المشهد عن حقيقة تحركات السعودية لتسوية الأرضية السياسية في الجنوب، ومطالبات عديدة لحل جميع إشكاليات الجنوب بشكل جذري وبطريقة لا تعيد تدوير الأزمات. ولمناقشة أوسع ينضم إلينا المحلل السياسي نبيل البكيري. سيد نبيل، مرحبا بك معنا. إلى أي مدى يمكن أن تساهم عودة الحكومة إلى عدن في تسوية الوضع في الجنوب بداية؟ والله يفترض أن عودة الحكومة تكون عودة لتجاوز هذه المرحلة، أو يعني تحقيق ما يمكن أن يعطي نوع من التفاؤل بعودة الأمور إلى نصابها إذا صح التعبير، لكن يبدو أن المشهد غير مهيأ تماما لمزيد من التفاؤل بحكم هذه المعطيات التي نراها والاشتراطات التي نراها وكثير من التجاوزات لما تم الاتفاق حوله أو تم الاتفاق عن حوله، وبالتالي ليس هناك تفاؤل كبير في هذا السياق باعتبار ما نراه من خلال عودة الحكومة والمشروط وأدائها الضعيف جدا، وأيضا حتى الحالة الميليشوية والأمنية وغياب أي نوع أو أي رؤية لوجود سيادة وطنية أو قرار سياسي مستقل عن اللي تجاوز هذه المرحلة. نعم، بالنسبة للضغط السعودي يعني ظهر كثيرا من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، هل يمكن القول بأن عودة الحكومة إلى عدن فيه تسوية الوضع في الجنوب؟ هذا الذي يفترض، وجود مؤشرات واضحة لأداء الحكومة، عودة الحكومة كاملة أو بالأصح وبالأحرى يعني تطبيق ما تم الاتفاق عليه من خلال عودة كاملة للحكومة والرئاسة وإعادة توزيع وضم وهيكلة هذه الميليشيات في إطار مؤسسات الدولة، لكن كل المؤشرات حتى الآن لا تنبئ بوجود نية حقيقية في هذا السياق،
ومؤشرات الفشل أكثر من مؤشرات النجاح حقيقة، يعني فيما يتم في عدن حتى الآن. نعم، بالنسبة لي باعتقادك يعني ما هي الأسباب التي تقف أو دفعت السعودية لدعم عودة الحكومة، وهي التي تلكأت كثيرا في تنفيذه في وقت لاحق؟ يا سيدي، كان بإمكان المملكة العربية السعودية أن تتجاوز أو ألا تذهب لهذه المرحلة بالنظر إلى لحظة الاقتتال التي تمت في يناير الماضي، لكن في أغسطس الماضي عفوا، لكن ما رأيناه أنه تم الانتظار كل هذه الفترة وتم إعادة ترتيب مشهد آخر مختلف تماما لإعادة صياغة شرعية يتم التحكم بقرارها السيادي والسياسي من خلال هذا الاتفاق الذي رأيناه في الرياض، وهو في حقيقة الأمر لا يعطي أي معطى إيجابي فيما يتعلق باستقلال الشرعية واستقلال قرار وطني يمني. نحن اليوم في مرحلة خطيرة خاصة مع التسريبات الكثيرة التي تتحدث عن إمكانية اتفاق حوثي سعودي وإمكانية اتفاق أيضا بعيد عن معطيات الشرعية وبعيد أيضا عن علم وإدراك الشرعية فيما يتم من مفاوضات هنا أو هناك. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد نبيل. ينضم إلينا أيضا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، تطورات متسارعة وعودة للحكومة إلى عدن، برأيك ما هي الخطوات التي يجب على الحكومة والتحالف اتخاذها لتطبيع الوضع في المحافظات المحررة؟ أعتقد أن هذا الموضوع جرى تناوله أكثر من 1000 مرة منذ تحرير عدن واتخاذها عاصمة، ونحن نتكلم عن عودة الحكومة التي تعود لشهرين ثم تعاود الخروج. أنها تحتاج سلطة تعتمد بمصالحها تتابع قضاياها، سلطة مصالح الناس معطلة، كأن هناك حالة من التعذيب للمواطنين في المناطق المحررة أو أشبه بجزر أثر الرجعي. هذه مهام، هناك مهام ملقاة على عاتق الحكومة بدرجة أساسية. أولى المهام هي كل من مسألة الأمن والاستقرار، ثم مصالح الناس المعيشية، الوضع الاقتصادي، مسألة الاستثمار، مسألة وضوح الخطاب، ماذا بعد أصبحنا؟ كمن يتحرك في الظلام، يتحسش بقدميه، خط السير، وأحيانا ما يكون أمامه منحدر شديد. يعني هناك نوع من الضبابية في المسألة الإعلامية، هناك كلام لا يتوازن أو لا يوازنه الفعل على الأرض، هناك تقاسمات لسلطات داخل السلطة غابت بموجبها السلطة العامة التي تحمل مشروع البلد، مشروع استعادة الدولة، مشروع إعادتها وتمركزها ووجودها بشكل كامل. تصريحات رئيس الوزراء في ظل هذا الوضع وهو لا الحكومه لا تمتلك الذراعين الامني والعسكري بشكل كبير، تصبح كمن يحاور مجددين بالسلاح وهو اعزل، وبالتالي ينفذون ما يريدون ولا ينفذ او لا ينفذون اي شيء اطلاقا. مع الاسف الشديد منذ ان ظلت السلطه تجد لنفسها مكانا بالمغادره الى الخليج، تتركها المكان وكأن لا اعتبار له متى ما نريد من السلطة، سواء الحكومة أو الرئاسة أن تتكلم تصمت، وعندما لا نريد الكلام ويبدأ العمل على الأرض نتيجه تكثر من التصريحات المتضاربة والتي لا تتحقق على الأرض. على الجميع أن يعي أن السلطة في رؤوس المواطنين لها وجودا ذهني، لماذا يحمل الجميع على استنزاف هذه السلطة وتدميرها؟ تحمل الناس 5 سنوات فكر الله خيرهم، هذا مجتمع يطوق الى وجود دوله، لكن نعم سيد عبد الهادي بهذا الشكل وهكذا تؤثر مصالح الناس. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الهادي. ينضم الينا ايضا من عدن الناشطه السياسيه وسام صالح او الصالح. سيده وسام، مرحبا بك معنا في هذا البرنامج. يقول رئيس الوزراء ان امام الحكومه العديد من التحديات، ما هي هذه التحديات الموجودة في عدن والجنوب بشكل عام بعد عودة الحكومة؟ مساء الخير. طبعا أولا احنا نتكلم عن طرفي الاتفاق، فنحن نتكلم عمليا. أيوة أسمعك. نعم تفضل. نهائيا ضعيف نهائيا.
أنا سمعت وضوح، أنا مش سمعتني. سيدة وسام، هل تسمعينني بوضوح؟ هل سمعت السؤال سيدة وسام؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيدة وسام الصالح، سنعود معها. سيد نبيل، هل هناك، نبيل البكيري، هل هناك احتمال لأن عدن تنتظر جولة أخرى من الأزمة أو من الاحتراب، خصوصا بعد القول بأن عودة الحكومة هذه المرة ستكون، يعني من الممكن أن تكون الأخيرة في حال لو حدث احتراب أو حدثت أزمة جديدة؟ نبيل البكيري، هل تسمعون؟ يبدو أيضا أننا فقدنا الاتصال بالسيد نبيل. نعود إلى ضيفنا من تعز، المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، باعتقادك ما هي العراقيل والعوائق التي يمكن أن تواجهها الحكومة خلال الفترة القادمة؟ أعتقد أن الحكومة لن تواجهها عراقيلا كثيرة إذا بدأت فعلا العمل. لو أن الحكومة عادت بكامل طاقمها وهو لم يتبقى معها بحسب ما سرب من الاتفاق وما وضح سوى شهر واحد منذ توقيع الاتفاق لتشكيل حكومة جديدة فهي حكومة تسير، وكان يفضل أن تعود بكامل طاقمها لأنها فعلا لو ظلت شهرا بكامل طاقمها وفتحت مكاتبها وبدأت بالعمل والحركة على الأرض فهذا مؤشرا على أن الاتفاق قادر للحياة والاستمرار، وبالتالي تكون المناطق المحررة وسيارة العاصمة المؤقتة عدد تجاوزت كل إشكالاتها. لا يوجد دائما، يجب أن نضع في بالنا أنه لا يوجد أي عمل بدون عقوبات وصعوبات، ومهمة الحكومة في الأساس تجاوز هذه الصعوبات. أولا الصعوبات الاقتصادية، رواتب الموظفين، الإيرادات، المحافظين، مسألة الصحة، هنالك مدن منقوبة بوبائيات من الحميات، هؤلاء مواطنين وهذه مسؤولية هذه القيادة التي يجب أن تتواجد وتعطي الوضع أهميته وتعلن حالة طوارئ، عليها أن تستخدم كل إمكانياتها لمواجهة الأزمات القائمة ابتداء من الأمن والاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها. عشرات من المدارس إلى الآن الغالبية يدرسون. سيد عبد الهادي، برأيك كيف ستواجه الحكومة بعد هذه العودة، خصوصا ما ذكرت في الملف الأمني؟ نحن نعرف أن الملف الأمني الآن يخضع للإشراف السعودي بشكل مباشر بعد اتفاق الرياض، وأيضا هناك نفوذ كبير للمجلس الانتقالي وعناصره للسيطرة الأمنية في عدن. سيدي، اللون الذي يسلط على الداخلية أصبح لدى المواطن لا يهم، المواطن يحتاج أمنا سواء كانت في عدن، في المكلا، في شبوة، في مارب، في تعز، في الحيطة، في جنوب، في أي من المدن والعواصم المحافظات المحررة اليوم. لا يبحث الناس عن نوع هذا اللون الذي يمكن أن يقدم خدمة الأمن بقدر تقديمه للخدمة نفسها وبفاعلية وكفاءة. لا نقول أفضل مما كان، على الأقل العودة إلى الوضع السابق في المسألة الأمنية أمام الناس. هنالك حالة من المساعية، من انفلات السلاح، من انفلات إطلاق النار، من مسألة تحقير عشرات من القضايا، من بسط على ممتلكات، على أرواح الناس وممتلكاتهم. إذا كانت المسألة قد بدأت في بعض المناطق الناس يفقدون القدرة على حماية أنفسهم، فما بالك بحماية ممتلكاتهم الأخرى، الكليات الخمس التي يجب أن تتوفر في أي بلد ابتداء من النفس ومن من من الدين والنفس والدين والدين. نعم سيد عبد الهادي، هناك أيضا أضيف، نعم هذه كليات أساسية، أضيف نعم للسلبيات ولهذه المخاوف التي ذكرتها سيد عبد الهادي، هناك أيضا مخاوف يخشاها الكثيرون، خصوصا إن حدث أو حدث تقدم في ملف التعيينات على مستوى محافظ عدن ومدير الأمن، أن تحدث أيضا واقعات جديدة من الاحتراب، خصوصا فيما يتعلق بالأسماء. ما ضمانات عدم حدوث أي احتراب في حال لو تقدمنا إلى ملف التعيين أو التعيينات في عدن؟ إذا وصلنا إلى حالة احتراب فماذا كان داعي لوجود هذا الاتفاق؟ إذا لم يستطع هذا الاتفاق
وضمان عدم العودة إلى الخلف والاحتراف، فما قيمة هذا الاتفاق إذن؟ إذا لم يكن هذا الاتفاق قابلا للحياة وبالتالي قابلا للتبديل وتقديم تنازلات من كل الأطراف. ما بعد الاتفاق الآن هناك انتقال إلى أهم وهو الوضع التنفيذي. نحن نتكلم اليوم على التنفيذ، وبالتالي هذه خطوات وإجراءات ذكرت في الاتفاق، ومن حق من فوضت السلطة أن تمارس حقها الكامل كحكومة أيا كانت مبررات هذا الاتفاق. يجب نعم أن تشمل من حق السلطة أن تمارس حقها وحقوقها سيد. نعم، من حق السلطة أن تمارس كل سيادتها وصلاحياتها. تفضل بالبقاء معي. نعود أيضا للناشطة السياسية من عدن أسامة الصالح. سيدة أسام، كنت قد سألت عن قول رئيس الوزراء أن أمام الحكومة العديد من التحديات، ما أهم هذه التحديات الموجودة في عدن والجنوب بشكل عام بعد عودة الحكومة؟ سيدة وسام الصالح، هل تسمعونني؟ أيوة أسمعك بوضوح. نعم قلت سيدة وسام، أهم تحدي. نعم تفضلي. أيوة نعم تفضلي تفضلي أسمعك. أهم تحدي يواجه الدكتور معين هو وجود نية صادقة أصلا لدى دول التحالف بأن تعود الدولة فعلا وتشتغل من عدن. إن عودة رئيس الحكومة لعدن لم تغير شيء حتى الآن كما لاحظنا، والغالب أنها لن تغير شيء أصلا. الوضع مجمد ولا نتوقع أن يغير مجيء الدكتور معين شيء، فالأمر أكبر من معين أصلا، ولا يملك الرجل أدوات على الأرض ولا صلاحيات ولا يملك حرية قرار. الرجل أداة طيعة بيد الرياض وأبو ظبي، ويميل ولاؤه للتحالف ولأوامر التحالف ولمصالح التحالف أكثر من ميله للدولة الشرعية اليمنية. طبعا الامور تمضي برتابه شديده في عدن. اتفاق الرياض مجمد تماما حتى الان من قبل كل الاطراف. لا نرى همه، لا نرى نشاط، لا نرى تحرك، لا نرى افعال على الارض، ولا نرى حتى مجرد تصريحات تخص التطبيق. الان التطبيق ما فيش اي خطوات على الارض. العجيب ليس فقط ان الاتفاق تم تجميده، الأكثر عجبا أن الاتفاق تم تجميده من قبل كل الأطراف، كأن الكل متفق أن الاتفاق تم توقيع عليه وخلاص سلام عليكم. يعني هناك فعلا لا مبالاة من الكل. مثلا نجد السعودية صاحبة الاتفاق والتي هي الراعي الرسمي والمشرف وصاحبة الاتفاق الذي يحمل اسمها أمام العالم اسمه اتفاق الرياض، وهذه السعودية للآن لم تكلف نفسها بفرضه وتطبيقه على الأرض وفرضه على كل الأطراف. هذا سقوط كبير لسمعة السعودية وسحب من رصيد دبلوماسيتها المترنحة أصلا في السنتين الأخيرتين بعدة ملفات إقليميا ودوليا. طبعا لكن هو بعد سيدة الصالح، يعني هناك أيضا من يقول أن يجب محاصرة بؤر التأزم خصوصا فيما يتعلق بالاتفاق، وأيضا يجب أن تكون الأمور مرنة حتى رغم عدم الالتزام بزمن تنفيذ الاتفاق. وهنا أيضا يشير الوزير بضمانات والتزامات أمنية واقتصادية قدموها السعوديين. طيب فين هذا على الأرض؟ احنا لم نرى شيء، ما في شيء على الأرض. يعني الأمر أسهل، الأمر في عدن شبه ناجح. الانتقالي مسك من بعد الانقلاب تقريبا 4 شهور، فشل ذريع بكل الملفات خدماتيا أمنيا، يعني فشل الانتقالي. فالآن الساحة مهيئة للسعوديين أنهم يتحركوا يفعلوا شيء. لا نرى أي تحرك، لأن إحنا نريد مؤشرات فقط تبين أن السعوديين لديهم نية، لكن الغالب أن الاتفاق لن يتم، وهذا شعور عامة الناس. طبعا الاتفاق أنا أرى كشخص من رؤيتي أنه لصالح الدولة اليمنية، طبعا في بعض الفقرات، لكن في العموم هو لصالح الدولة اليمنية. ولهذا تخميني أن الإمارات هي وقعت عليه مجبرة بحكم تحت ضربات الجيش الوطني، تحت ضربات القوات الشعبي، تحت ضربات الفضائح الإعلامية الدولية والعربية لها، فهي وافقت عليه. لكن المؤكد أنها تريد التحايل عليه، يعني هي أخبرت على التوقيع عليه لكن بنية عدم تطبيقه، وهذا الحاصل أنها لن تطبقه. سيحاولون الالتفاف على الاتفاق وسيحاولون تضييع الوقت تضييع القضية، لكن على الأرض المؤكد أننا لن نرى أي شيء. نعم، هل تعد عودة الحكومة، يعني في سؤال أخير،
إنهاء لمرحلة الأزمة بشكل فعلي، أم أن ما يزال مبكرا قول ذلك سيدة أسامة؟ طبعا عودة الحكومة شيء مهم، لكن الأهم هو عودة الحكومة تكون لديها صلاحيات، لديها قوة على الأرض، عودة قوة الدولة على الأرض وتفرض العمل. أما عودة حكومة معين فلا قيمة لها بشكل كبير، هي مجرد تصريف أعمال وليس لها أي قبول، وحتى نصف الوزراء لم يأتوا معه، فرض عليهم عدم المجيء. فحكومة معين لا يعول عليها، نحن نعول الآن الامتحان الحقيقي للسعودية وللشرعية وللإمارات أن تعود الحكومة الجديدة بصلاحيات قوية، بوجود قوي للدولة اليمنية، بنفوذ، وليس بس كالمعتاد في الخمس سنوات دولة بلا أنياب، فدولة بلا أنياب لن تقدر تفعل شيء. نعم السيدة وسام الصالح الناشطة السياسية كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، هل المفاوضات السرية بين الرياض وميليشيا الحوثي ستفتح الطريق أمام اتفاقات أخرى يمكن أن نشهدها خلال الفترة القادمة؟ أعتقد أن أي اتفاقات أخرى سوف يجري إبرامها أو تحديدها على الأرض لن تكون أكثر من حبر على ورق إذا لم تستطع أن تلبي أو تصل إلى قواسم مشتركة بين كل الأطراف التي تدير أو تتواجد بقوة على المشهد اليمني، الحوثيين والمحافظة المسيطرية عليها وكذلك الشرعية والمناطق التي تخضع لها وبقية الجماعات. أي اتفاق هنا سواء أو مفاوضة بين الحوثيين والمملكة سوف يشمل مسألة إطلاق المقذوفات والصواريخ، وهو اتفاق في نظر المواطنين لا يهمهم أكثر مما يهمهم هو الخروج من هذا الوضع الذي هم فيه، استعادة الدولة وعودتها وتفعيل الشرعية ووجود الناس تحتاج السلطة، وبالتالي هذه المفاوضات أو غيرها هل سوف تنسجم مع القرارات الأممية أو ما سموه بالمرجعيات الثلاث، هل هذا تنفيذا للقرار الأممي أم أن العالم تحرك ومجلس الأمن والبقية أشبه بالفزعة وهكذا هذه الفزعة فشلت وفشل من كل من رأوا أنهم قادرين على حسمها، ووصل الوضع إلى لا حرب ولا سلم ولا صلح ولا عودة. فأي مفاوضات إذا لم يجري ترتيب وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص الشرعية وحلفائها فلن تكون هناك أي اتفاقات ذات قيمة سوى أن يضمن الإخوات من المملكة العربية السعودية أنهم عدم وصول المقذوفات، لكن الإشكالية سوف تظل قائمة وسوف يظل التهديد قائما حتى على الملاحة الدولية، وتظل الأزمة لها عدة أوجه. لن يستطيع أي من التفاوضات الثنائية ما لم تحسم قضايا أساسية مرتبطة ببنية السلطة وعودتها، كون سبب التدخل الأساسي السلطة الشرعية، فإذا لم تقم بالصورة فأعتقد أن هي اتفاق لا قيمة له. نعم سيد عبد الهادي العزعزي كنت معنا من تعز المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول أيضا للناشطة السياسية وسامة صالح كانت معنا من عدن، والسيد المحلل السياسي نبيل البكيري كان معنا من اسطنبول، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، وتحية أيضا مني ومن معد الحلقة عبد المغني، وإلى اللقاء.